عودة إلى الحدث دائما، ومع إن أقول ظهور نتائج شهادة البكالوريا أكيد فرحة كبيرة دخلت بيوت الجزائريين، خصوصا بما يتعلق بنجاح أبنائهم، وأيضا حزن كبير ترسخ أقول لدى العديد من العائلات نتيجة رسوب أبنائهم في شهادة البكالوريا. الدعم لا اللوم والعتاب، هكذا نتعامل مع الراسبين في البكالوريا، هذا ما سنناقشه مع الأخصائي والنفساني الدكتور خالد مهوب. صباح الخير. صباح الخير زايدة، شكرا يا استاذ. كما قلت ألف مبروك للناجحين في شهادة البكالوريا، أمس تعالت الأصوات والزغاريد في بيوت الجزائريين، أكيد في فرحة البكالوريا فرحة خاصة لا تضاهيها فرحة أخرى أكيد كما نعلم، لكن نتكلم أو نسلط الضوء أكيد على الجانب الآخر وهما الراسبين من شهادة البكالوريا. دائما نتكلم كيف نتعامل مع التلميذ الراسب في شهادة البكالوريا، وكيف يتعامل التلميذ بحد ذاته مع نفسه. أولا قبل كل شيء نهني كل الطلبة الفائزين بامتحان شهادة تعليم ثانوي أو البكالوريا، كلهم كل شيء مبروك عليهم، وإن شاء الله العقوبة شهادات أكثر بحول الله. فبطبيعة الحال زايدة ماشي سهلة على ذلك التلميذ الذي لم يتحصل على شهادة البكالوريا، وين يشوف صحابه يفرحوا، يشوف الامبيونس هذيك، يشوف والديهم فرحانين به، وهو اوتوماتيكمون يحس بروحه منبود، يحس بروحه معزول، يحس بروحه واحد ما هو حابه، واحد ما هو شتي قصر معاه، ويحس هذاك الاحساس، احساس ما يتمناش حتى واحد يكون في بلاصته، حتى ذلك الانسان الذي لم يحضر، حتى ذلك الانسان الذي لم يجتهد، وين يحس بشعور غريب من خلال كي يخرجوا لي ريزولتا تاع الباكوين. في بعض الاحيان هناك بعض من يتظاهر يقول لك أوف على بالي بلي ما نجيبوش، مي او فون دو لوي سابويون، او فون دو لوي راهو حاس بهذيك الحرقه، بهذاك علاش انا ما نفرحش كما يفرحوا هما. وين هناك كذلك اللي ما سعفهمش الحظ لعده اعتبارات، ما نسوش باللي بلادنا راهي تفوت مرحله جد صعبه بطبيعه الحال، ممكن هذا الانسان اللي ما سعفوش الحظ في المرحله هذه، ممكن توفى له احد الاقارب بفيروس كورونا، ممكن تعرض لاصابه، ممكن عاش وضع مش مليح، ممكن نفسيا ما كانش محضر جيدا من اجل اجتياز شهاده البكالوريا، وين يلقى صعوبه خلال مرحله خلال مرحله الامتحان. وهناك من حضروا جيدا، وين هنا ممكن المعاناة النفسية تكون كبيرة خلال فترة الامتحانات، الجانب النفسي ما كانش في المستوى، وين ممكن أثر بالسلب على المحصول نتاعو ولا على الإجابات نتاعو في الآخر. فهنا كل هذا وين إنسان ممكن يقول لك غير لو كان رجعت مليح، غير لو كان أوجانا ساهل، غير لو كان بديت من جانفي، غير لو كان بديت من سبتمبر، علاش درت هكذا؟ ممكن يلوم على نفسه، على ذاته، ممكن يلوم على العائلة تاعو، ممكن على كذا. فهنا السنتيمون دو كولبابيليتي راح يكون في المرحلة هذه. لكن هنا على الاباء اللي هم الدعم المعنوي الوحيد بالنسبه لاولادهم في هذه المرحله، يكونوا يوقفوا مع اولادهم. صح الاب هذا يحس بروحه فشل، باسكو الا كان ما نجحش وليدك انت اللي تحس بروحك فشلت، ممكن تقول باللي ما شي با لا اوتور، وين نصب جم الغضب تاعنا على وليدنا هذا، وين تبدا تقارن فيه، وليد خالك جاب، وليد عمك جاب، باغ اكزومبل جارك جاب، الدنيا كاع جابت غير انت ما جبت، بهدلتني، صرفت عليك دراهم في ليكو، درت لك كل شيء، فوفاي وين يبدا التأنيب الضمير. وهنا اوتوماتيكمون في بعض الاحيان انا نتفهم خيبه الامل اللي تصيب الاولياء، لماذا تلمو سهروا على الطفل هذا، عيطوا عليه، ضربوا معاه، حوسوا كيفاش يرجعوه للطريق باش يقرا باش يدير، ومن بعد فشلوا. فهنا ممكن المرحله هذه الغضب يزيد اكثر فاكثر، واللوم يزيد اكثر فاكثر. وهنا في بعض الاحيان كي اللوم على الطفل ولا اللوم على الشاب هذا اللي راهو مراهق، راهو في مرحله جد حساسه، راح يزيد المعاناه النفسيه تاعو اكثر فاكثر. اوليو باش اللوم عليه، علاش ما نحوش كيفاش نجبدو، معليش وليدي غلط، معليش ما جبتش، بالك ما حضرتش مليح، بالك ما كنتش في المستوى، بالك فتره من حياتك كيما نقولوا وين انسان يقدر يمر بها مرحله فراغ، يا با سوسي با بروبليم. هنا هاي كيفاش هاي نصحوا الاخطاء نتاعنا، وكيفاش ننطلق، وكيفاش نصح نوجدوا روحنا العام الجاي، ماشي مشكل، مش لكن ما جبتش الباك العام هذا سي لا فان دي مون. اي لو باك يرست توجور ان فيزا،
هو عباره عن تاشيره للاخر. صافي با ديال الانسان اللي ما جابش الباك ما راحش ينجح في حياته نهايه العالم. احنا عندنا الزملاء نتاعنا، عندنا اصحابنا، عندنا جيراننا ما جابوش الباك تاعهم وراهم ناجحين في حياتهم بطبيعه الحال، وداروا تكوينات وداروا كما نقولوا امور اخرى ونجحوا في حياتهم وكونوا ارواحهم وكل شيء. احنا ممكن كانت عندنا نقدر نقول الحظ ولا ممكن اجتهاد كثير منهم اللي خلانا نروحوا للجامعه، لكن هذا لا يعني اننا ذلك الذي لم يحصل على شهاده البكالوريا راه ما عنده حتى قيمه في المجتمع، ما عنده حتى معنى في المجتمع، ما عنده حتى قيمه في العائله. فهنا النظره تاع العائله كذلك ونظره تاع المجتمع شهاده البكالوريا هي اللي تخلي اللوم يزيد اكثر فاكثر من الاولياء على التلاميذ، اللي يخليهم يزيدوا يدخلوا في دوامه مش مليحه وفي باسكو سي نورمال، باسكو انت تسمع صغاريت في الدار تاع جارك ولا تاع عمك ولا تاع خالك ولا وداركم راهي كاين بعض البيوت الان حزينه اون ديري راهي جنازات راهي فيها زايد اختي. نعم وين هنا ليس من السهل، وين الام ممكن اصابت بخيبه امل كبيره، الاب اون بارلون با يقول لك كيفاش راح نخرج نقابل وجهي انا قدام صحابي. نعم ولادهم كاع جابوا الباك واللي ما جابش الباك ورطو ما يخصو والو، صرفت عليه درت له كذا وكذا وكذا واللي ديما كذا. كذلك نفس الشيء بالنسبه للام، تقول لك انا كيفاش راح نقابل، كيفاش راح نروح نشوف اختي، كيفاش نشوف جارتي، كيفاش نشوف صاحبتي هذيك في الخدمه كذا، كيقولوا لي اسكو وليدك ولا بنتك جابت ولا ما جابتش، كيفاش راح نقابل. وفي وين هنا هذه الاشياء اللي راح تتحكم في السلوكات نتاعنا، في العلاقه تاعنا مع وليدنا، في العلاقه تاعنا كذلك مع البنت نتاعنا. فهنا انا ما يهمنيش رده الفعل تاع الاخرين، يهمني يهمني وليدي، باسكو وليدي فشل اليوم نعاونه، ممكن انا السبب باش فشل وليدي، بالك ما عرفش كيفاش نساعده، ما عرفش كيفاش نعاونه، ما عرفش كيفاش نحضره نفسيا مليح باش يجوز لو باك تاعو، ما عرفش كيفاش نعطي له لو باجاج اسونسيال باش وليدي يجوز الباك بطرق مليحه وكذا. فهنا على الكل لازم يعاود يراجع نفسه، من لا نتصرف كما نقولوا على السخون هكذايا، ممكن نزيدوا ندمروا الشاب هذا اكثر فاكثر، وممكن يروح لما لا يحمد عقبه في هذه المرحله. وحنا نعرفوا المراهق عنده ما نسميوه الاندفاعيه وسلوك تمردي كذلك، الور اونيساي نجبدوه لينا، اونيساي دابسوربي هذيك لاتونسيون اللي تكون دوكا ونتحكموا فيها باش نقدروا نعاونوا هذا الشاب اللي ما تحصلش على شهاده البكالوريا. نعم خصوصا هذه الفتره تعد مهمه جدا بالنسبه للتلميذ، وهي الانتقال من فتره الطور الثانوي الى الجامعي، وبالنسبه لي اقول مثل ما تسموه عندكم يعني في الطب النفسي فيما يخص تطوير الذات، مرحله تطوير تحمل المسؤوليه ايضا بالدرجه الاولى. بطبيعه الحال باسكو لو فات دافوار جبت الباك حتى تحس بنوع من الفخر والاعتزاز قيمة اجتماعية، وين تحس بروحك باللي عندك معنى في هذه الحياة في هذا الوجود. فالفالور نتاع لو باك شغل تخليك تحس بالاعتزاز وكذلك تعزز الثقة تاعك بالنفس. نعم كونتريرمون هذاك اللي ما جابش لو باك اوتوماتيكمون، باسكو علاش الامال والطموحات نتاعك والاحلام نتاعك اللي درتها في بالك وسطرتها، ممكن هناك بعض التلاميذ راهو مسطر في باله الى ديسيدي باش يجيب الباك بتال وتال موين باش يروح يدير تال وتال سبيساليتي. نعم في باله باين واش راح يقرا، على باله واش راح يدير، وهنا وين يشوف ديجا الباب الاولى تفتحت. صحيح. وين يزيد يرتاح يقول الحمد لله يا ربي نزيد نكمل باش نحقق الطموحات تاعي ونحقق الاحلام تاعي. اللي حاب يدير طبيب اوتوماتيكمون يفرح، اللي حاب يدير فارماسي، اللي حاب يدير شيريجي دونتير، اللي حاب يدير اركيتكتور، اللي حاب يدير اي اختصاص، اللي حاب يدير صحافه، اللي حاب يدير اي اختصاص، راهو شغل البيبان تفتحوا له، وين يحس بنوع من الافتخار، نوع من الاعتزاز، كذلك نظره تاع الوالدين تاعو. باسكو علاش دائما نحوسوا على هذيك النظره تاع والدينا، تاع بابا، تاع يما، تاع اختي، تاع كذا، سيرتو اذا كان في العائله زهيد اختي كامل جابوا الباك غير هو ما جابش. كيفاش يولي يشوفوا ليه؟ وحنا على بالنا المجتمع يقولوا له انت كما نقولوا بالدرجه تاع العشور تاع الدار، تاع اللي بهدلت بينا، فوي كونتيرمون هذاك اللي جاب لو باك افيك اون مونسيون مليحه وين يقابلوا به اوتوماتيكمون. نعم. وين هنا راح تزيد تعزز الثقه بالنفس تاعه، وراح تعزز الشعور بالانتماء تاعه كذلك. صحيح دكتور، نتكلم على فتره كورونا، اكيد ليست بالامر الهين والسهل على التلميذ بالدرجه الاولى، ربما نتكلم من جانب فتره 8 أشهر اثرت سواء ايجابيا على بعض التلاميذ وايضا سلبيا على الراسبين ايضا. بطبيعه الحال باسكو الفتره هذه عشناها بصعوبه كبيره.
وما زلنا معاها كما نقولوا بصعوبه، باسكو حتى في فتره التحضير كانت هناك نوع من الاضطرابات، اسكو نجوزو في جوان، اسكو نجوزو في سبتمبر، اسكو راح يكون، اسكو ما راحش يكون، وين كانت هناك تساؤلات. لكن حاجه اللي جاتني عند بعض الطلبه وبعض التلاميذ انهم مصرون، ما يهمنيش نجوزو في جانفي نجوزو في ليسونسييل، انا نحضر نفسي نوجد روحي اكثر فاكثر. سيرت ممكن خلال هذه الفترة تصرى كما نقولوا، كاين ممكن تكون إصابات بوباء كورونا، ممكن وفاة أهل قريب، ممكن كذا، فهنا يزيد درجة الخوف أكثر فأكثر، وتخلي التحضير نتاع الامتحان هذا ما يكونش تحضير جيد. كذلك ما ننساوش هادو الطلبة اللي كما نقولوا ما جابوش الباك، ما ننساوش باللي المرحلة هذه هي مرحلة استثنائية، وين في بعض الأحيان يقول لك كيفاش الباك بتاعه وما تجيبوش، صافي دير انت ما قريش، صافي دير انت ما كانش، وين صافي دير انت ما عندك حتى معنى، ما عندك حتى حاجه. لا هنا ما نساوش درجه اللوم تكبر ايضا في بطبيعه الحال، صحيح تكبر اكثر فاكثر، يقول لك نمدوا لكم الباك العام هذا، صح ديجا حنا هذاك اللي جاب الباك بتسعه وحشمان بروحه ولا تسعه ونص ولا حاجه، تلمو كي قالوا الباك راح يكون تسعه خرجت نوع من النيفو يتكركر، صافي دير الور لا كي يشوفوا روحه شحال في الباك تسعه، انت من هذوك اللي جوزوكم، انت من هذوك اللي طبعوكم برك هذا ما كان فوي. فهنا هذاك الانسان ما تكونش عنده هذيك الثقه بالنفس، بالك يحشم يقول لهم اللي جاب الباك بتسعه. باسكو انا نشوفهم خلال السنوات الماضيه اللي جاب الباك ب 11 و12 يقول لك لا لا انا ما وصلتش لا موين اللي نقدر ندير بها التخصص اللي حابه. ايبا جو بلوك لاني نسجل في الجامعه اي اختصاص، نبلوكي العام تاعي ونروح نعاود الباك باش نجيب الباك تاعي بلا موين اللي نحبها. الور لا هذاك اللي جابه بتسعه، وين حنا كمجتمع كذلك معليش وليدي ولا خويا ولا جاري جاب الباك بتسعه، بدل المجهود، المجهود نتاعو هذا واش قدر يوصل ليه، نشجعه مثلا اذا كان حاب يدير اختصاص بوركوا با ما يقراش في الجامعه ولا يعاود لو باك نتاعو بور افوار اون بون موين، ما ندخلش عقابو بلي كريتيك، انتم اللي طبعوكم برك، انتم اللي جوزوكم برك، اسكو ما تحشمش بروحك زعما عندك لو باك هكذا عندك كذا. فهنا على المجتمع ان يكف على مثل هكذا تصرفات اللي راح تزيد تهبط من المعلوميات تاع التلاميذ هادو، وراحين كذلك حتى ما نساوش كذلك حتى اللي جابوا الباك زاهد اختي بمعدل 12 13 ممكن الى ريبون با على واش كان باباه يسناه ولا يماه تسنى فيه، كانت تسنى ب 15 و16 ونبداو ايه فلانه جابته ب 16 وانت جبتي ب 14 وكي فرحانه بروحك، وين هنا حتى ما نفرحوش بوليدنا هذا ولا بنتنا هذه اللي جابت الباك 14 و15 مايو ما عجبهاش الحال، باسكو علاش جارتها ولا بنت خالها ولا بنت عمها ولا وليد عمه ولا حاجه جابوا ب 17. فهنا لي كومباريزون هادو اللي رايحين يهبطوا لو مورال نتاع التلميذ هذا. وهنا دور العائله تكمن في هذه النقطه بطبيعه الحال. نعم. كل شيء هو العائله، صحيح السند الوحيد اللي عندنا كامل هي العائله، اذا كان خطاتك العائله صافي دير باللي راح تزيد تحس بنوع من الانهيار. هنا كي يشوف انا طفل باريزونت ولا الشاب جاب الباك تاعو ب 16 والديه ما فرحوش به باسكو علاش ما يسمحلوش باش يدخل لتخصص معين، جاب الباك ب 14 كيف ما يحسوش، وين هنا اون كالكو سورت جبت 14 برك في اسمه في الفيزياء، لو كان جبت 17 ولا 18 لو كان راك طلعت له. فهنا نوليو نحاسبوا فيه على حاجه، ما نقدروش المجهود هذاك اللي بذلو الطفل هذاك اللي نهار كامل هو يقرا وحرم روحه من عفايس بزاف ويراجع وكذا، ممكن خلال فتره الامتحان ما كانش مليح مورالمون، نعم ما عرفش يجاوب على على سؤال، ولا ممكن صار له انترو دو ميموار، ولا ممكن تقلق، ولا ممكن كذا. هنا لازم نراعي النفسيه تاع التلميذ هذا، ولازم نشكره على المجهود المبذول اللي خلاه يتحصل على مثل هذا المعدل، مش ندخلوا عقابه بلي كريتيك وندخلوا عقابه بالانتقادات ونعبروا على بعض الاولياء مع كل احتراماتي لهم كريسبي مشنفين ما فرحانينش ما عطينش قيمه للمجهود اللي بذلوه، وهنا تؤثر على شخصيه التلميذ بطبيعه الحال. نعم. اذا كان ما فرحوش معك والديك شكون راح يفرح معك؟ اوتوماتيكمون راح تاثر على الجو هذاك داخل الاسره داخل العائله. اذا كان باغ اكزومبل يماك اوف جارتك جابته ب 17 انت جبتي ب 14 ولا 13 هنا كيفاش راح يكون رد الفعل تاع التلميذ هذاك ولا تاع نحطوا روحنا في بلاصتو، وين راح يزيد ينهار اكثر فاكثر، وين ما راحش نحرموه من الفرحه نتاعو بهذا المجهود اللي بدلوه بهذا النتيجه اللي يتحصل عليها. اللي دع الاولياء ولا الوالدين يفرحوا باولادهم ويبينوا لهم الفرحه تاعهم باش ما يحسش بروحه مقصي، باسكو علاش؟ إذا كان عندك ولادك بزاف جابوا لو باك، في لا كومباريزون بين كيفاش تعاملتي مع خوه الكبير، كيفاش تعاملتي مع اخته، وكيفاش راكي تعاملي معاه، وين يحس بروحه اون كالكو سورت
ما كيش تحبيه كما حبيتي الاخرين، ولا ما كيش راضي على المنتوج تاعو، ولا ما كيش كذا. فهنا لازم يكون كما نقولوا نعبروا على الفرحه تاعنا ونعيشوا معاهم الفرحه تاعهم ونتقاسموا معاهم الفرحه تاعهم بمختلف كما نقولوا المعدلات اللي تحصلوا عليها. نعم، دائما في نقطه كورونا وتاثيرها على راسبنا في هذه الدوره، ربما تاثيرها سلبي، دائما نتكلم عن الدخول في مرحله المجهول. الان اصبح التلميذ والعائلات ايضا يجهل ما مصير كورونا، يعني ما مصير التلميذ العام القادم. اكيد هذه النقطه تؤثر ايضا على التلميذ الراسب في شهادة البكالوريا واجتيازه للدورة القادمة. هنا كورونا كما نقولوا زايد اختي واحد ما على بالو وقت راح تخلص. نعم بالضبط، في هذه النقطة كيف نتعامل؟ هنا اوتوماتيكمون يا اون شونس العام على باله بلي تكون كاينه اون شونس العام الجاي. نعم. إذا كان يقدر يعاود سي لا بريميير فوا اللي يجوز لو باك تاعو، يقدر يعاود لو باك تاعو نظامي ويفوت ما كان حتى مشكل، إذا كان ما يقدرش يعاود لو باك تاعو، يقدر يدير اون فورماسيون. نعم. اون باراليل يقدر يحضر لامتحان شهاده البكالوريا كمترشح حر. نعم. هناك بدائل، هناك خيارات كما يقولوا، ممكن يدير تكوين، ممكن يدير سواء كان في اختصاص يحبه ولا اختصاص كذا، ولا يدخل مثلا يحضر نفسه ويوجد روحه العام الجاي باش يفوت لو باك تاعو، باسكو يا توجور اون شونس. نعم. مادام حنا نعرفوا عندنا زملاء تاعنا بزاف اللي كاين حتى 6 خطرات 7 خطرات 10 خطرات مصمم يجيب الباك، ما يهموش السن تاعو، ما يهموش الظروف اللي راح يجوزها، ما يهموش الاخر. كي نشوف الظروف تاع كورونا والظروف تاع العشريه السوداء زاهد اختي اللي جوزنا فيها الباك وكانت كما نقولوا دمويه وكل شيء، وين ما فقدناش امل وتحصلنا على شهاده البكالوريا وقرينا في ظروف صعبه وكل شيء، لكن هنا الظروف تاع كورونا هي ظروف مرحليه فقط. حتى يمكن استغلالها يعني بالناحيه الايجابيه. بطبيعه الحال ممكن استغلالها استغلال ايجابي، وين الانسان يراجع نفسه حتى العائله ولا الوالدين، يجيب وليده هذا اللي ما جابش الباك يريح معاه، هاي نشوفوا انهما واش هي الحاجه اللي خلاتك ما تجيبش الباك، اسكو ما حضرتش، اسكو ما قريتش، اسكو كورونا، اسكو المخالطه تاعك، اسكو وين. هنا نهضر نخلي وليدي يهضر، مش انا اللي ندخل عقابه بالانتقادات ونسبه ونعتو بمختلف النعوت اللي مش مليحه ونضرب معاه، ممكن نحاوزه نقول ما عندي ما ندير بك في الدار، باسكو كاين هناك بعض السلوكات تاع الوالدين يصدموا، باسكو علاش يقول لك روح شوف شكون يخدم عليك، روح شوف وين تبات، ممكن حتى يحرمه من الماكله في الدار، بالك تعطي بالك تعطي له الماكله، بالك تعطيه يفطر، بالك تعطيه ياكل كذا، وين هنا هاد السلوكات ما زالت موجوده في المجتمع الجزائري حبينا ولا كرهنا. هنا هاد السلوكات ما راحش تساعد المراهق هذا باش يتخلص، هنا اون كيكو سورت راك تدفع في وليدك يروح لعفيس مش ملاح، وين كي يكون باريزونت هكذا مش مليح ويكون مرمو مش مليح اوتوماتيكمون راح يلقى صاحبه، يلقى جيرانه، يلقاوه يشوفوا صاحبهم هذا حزين مقلق زعفان وكل شيء، يقول له بابا هذاك ويسب فيا ودالي ودالي. اسمع هاك الدواء هذا يرتبي في حضن، يعني ربما هاك الحبه تاع الدواء هذه يشربها تؤدي به الى الهاويه. فوالا هذيك الحبه تاع الدواء هذه يشربها تنحي لك الهموم، او الكارو هذا تكيفو دوك تنسى هذو العفايس، اوب وندخلوا وليدنا في كما نقولوا في اميليو اللي ماهوش مليح. اللي دعا الوالدين ما يكونوش مندفعين، لازم يكونوا عاقلين مليح، ولازم يجبدوا وليدهم ليهم ويتناقشوا مع بعضهم بطريقه سلسه، بعيدا عن كل تجريح، بعيدا عن كل انتقاد، وين كما نقولوا بالعامي اي طفرت واش راح تعاود كي راح تعيط عليه وتسبه وتعايره ودير له، راح تجيب له الباك، راح ينجح، راح كذا، لا. فهنا علينا نكونوا سلسين، نكونوا دبلوماسيين مع اولادنا. هناك بعض الاباء يقول لك الله غالب ما نقدرش، هل انا الاب هذا اسكو ما يقدرش يكون دبلوماسي في العمل تاعو مع رئيس المصلحه تاعو ولا مع لو بوس تاعو، يكون دبلوماسي ويعرف يهضر معه؟ اذا فانت كذلك راك قادر تهضر مع وليدك بطريقه سلسه وقادر تفهمه وتحس به كما نقولوا. هنا كذلك نخلي الفتره هذه تاع كورونا اللي ممكن ما يقدرش يخرج بزاف ولا كاين لو كونفينمون هذا ولا حاجه، باش نزيد نقوي المواد اللي راهو ضعيف فيها، نخليه يحس بالمسؤوليه تاعو، هو اللي يتصرف، هو اللي يتخذ القرار الملائم باش يحضر مليح لشهاده البكالوريا العام المقبل بحول الله. نعم، ربما نقطه اخرى نتطرق اليها وهي ظاهره من مجتمعنا خصوصا في مناطق ظل، يعني لا نتكلم عن أقول الولايات الكبرى والمناطق الكبرى، نقطة بالنسبة للبنت، البنت التي لم يوفقها الحظ يعني في النجاح شهادة البكالوريا، في كل مرة في عائلات جزائرية تهدد الطفلة خصوصا تقولها يعني لو ما
تتحيزيش على شهادة البكالوريا مصيرك راح يكون البيت والزواج وما إلى آخره. هذا الشيء أكيد يؤثر على التلميذة سلبا وعلى نفسيتها أيضا. بطبيعة الحال كل تهديد مش مليح. نعم. سواء التهديد هذا يكون بالنسبة البنات اللي يسكنوا في مناطق الظل ولا حتى في المدينه. هاد السلوكات كاينه حتى في المدينه ليس فقط في مناطق الظل. نعم. وين كاينين اللي يقولها لو كما تجيبيش الباك انسى تخرجي برا، انسى ديري تكوين، انسى تعاودي، انسى كذا. فهاد السلوكات علاش؟ نعم. انت كاب اليوم راك كاين، غدوه شكون بهاد الطفله؟ الا كان ما ساعفهاش الحظ ولا ما جابلهاش ربي مكتوبها وتزوجت، شكون راح على شكون راح تتكل؟ خاوتها كل واحد يتزوج، كل واحد يدير داره، خياتها وهي شكون يخدم عليها، شكون كذا. فهنا كونترا نشجع بنتي باش تدير فورماسيون، نشجع بنتي باش تعاود دير وين الحمد لله الان مراكز التكوين المهني راهي متواجده على كل منتشر عبر كل التراب الوطني، وين نشجع بنتي باش تعاود لو باك نتاعها، باش تكون روحها، باش تكون عندها اون سيرتان اوتونومي. باسكو علاش هنا الخطا اللي يرتكبه بعض الاباء وبعض ممكن عن جهل. نعم. ممكن عن حتى في بعض الاحيان وين كاينين اللي تحصلوا على شهاده البكالوريا زهيد اختي. نعم. بنات ما خلاهمش يروحوا يقراوا في الجامعه. صحيح. لماذا؟ للنظره السلبيه للعادات والتقاليد والمجتمع. بطبيعه الحال كيفاش تخلي بنتك تروح تقرا في الجامعه؟ كيفاش تخلي بنتك تروح لاسيتي يونيفرسيتير؟ نعم صحيح. وين هنا هناك بعض استذكرت بعض الحالات اللي شفتهم وكل شيء، وين قالت لي عمي حرض بابا باش يحبسنا، باش يحبسني انا ما نروحش نقرا، مي كي جات بنتو خلاها تقرا. نعم صح صحيح. شوف الحقد هذاك اللي راهي يعني. بطبيعه الحال اللي تخليه البنت هذيك وين تقول لك حرمني بورتون كنت نقرا مليح، بورتون كنت نجيب لي موان مليح، بورتون كذا. وفاي فهنا علاش نحرم انا تلك الفتاه وعلاش نحرم ذلك الشاب؟ وين في بعض الاحيان الشاب اذا كان فشل في المرحله الاولى، اوب اسمع روح تخدم، روح باش تعاون باباك، باش تعاون يماك، باش تعاون كذا. وفاي وين الظروف تخليك باش تروح تخدم. لكن اذا كان شفت انا في وليدي هذا الى لا كاباسيتي، عنده الامكانيه وعنده القابليه باش يقرا، لبنتي عندها القابليه، علاش ما نشجعهاش؟ نعم. علاش ما نعاونهاش؟ صحيح. كذلك لازم نتخلاو على مثل هذه التصرفات بين قوسين بدائيه. نعم صحيح. باسكو علاش دير في بالك باللي الطفله هذيك اللي تحرمها راح تبقى هازت لك واحد الحقد، واحد الدفين في قلبها حتى نهار تموت. باسكو علاش تحس باللي انت اللي حطمت لها حياتها، تحس باللي انت اللي حطمت لها الاحلام تاعها والطموحات تاعها. ومثل هكذا فتيات المجتمع الجزائري راهم كاينين وكاينين بزاف بزاف والعديد. صحيح. ربما حتى حسب دراسات اخيره قضايا الانتحار في الجزائر 40%، يعني هي نسبه العدم غير ناجحين اقول في شهاده البكالوريا. اكيد عده عوامل واسباب، من بينها هذه الأسباب التي نتكلم عنها الآن. ربما الطفلة أو البنت تجد نفسها يعني بدون حظ في شهادة البكالوريا، الحل الوحيد هو الانتحار وعدم ربما الجلوس في البيت والزواج ما إلى آخره. باش نوصلوا الانتحار كاين لو بروسيسوس سويسيدار أو السيرورة الانتحارية هذه ما تهبطش لوجور مام. نعم. باسكو عدة عوامل، عدة سي لو كوميل كذا. وين هنا وين نشوف ممكن سي دي تونتاتيف دو سويسيد نتيجة لماذا؟ ممكن للضغوطات النفسية الكبيرة اللي يعاني منها الإنسان هذا، اللي ممكن ما فهمناهش، ما سمعناه، ما سمعنالوش، ما كناش سند إيجابي ليه، وين كنا زدنا عليه الضغط أكثر فأكثر. مثل مثلا الفتاة هذه اللي تحصلت على شهادة البكالوريا، وين خلال العام كامل من يبدا من جوان بليتو من سبتمبر حتى لوكا وهما يسمعوها اسمعي ما كان لها تقرايا او تقرا تجيب الباك ولا ما تجيبش، راكي قاعده في دارها، ما كان لها تحلمي تروحي للجامعه. وممكن هي على في دي زيفور، على في دي تروك، ومن بعد على بالها بلي يجي باباها يقولها ولا يجي خولها يقولها ما كانش الجامعه، ريحي في الدار. وين هنا هاد الضغوطات وهالاحلام وهاد الاخر تاعها ممكن تروح دير تونتاتيف سويسيد. نعم. ممكن يفوق، ممكن كاين فايس بزاف يقدروا يصراو. لذا باش نحدوا مثل هاد التصرفات لازم نكونوا كسند معنوي لوليدنا هذا. باسكو في بعض الاحيان كيشوف بعض التصرفات تاع الوالدين نقول اسكو صح هذا وليدو، ونديري يتعامل معاه على اساس انه عدو، ونديري يتعامل معاه على اساس انه دار له عفايس مش ملاح. يبقى وليدك، إذا كان ما رفدتوش أنت وما حملتوش أنت به بالعيوب تاعو، شكون راح يحمله؟
تسنى من المجتمع ومن طريق تحملو. طريق دوكا مع كل احتراماتي ما بقاتش هذيك الطريق اللي ترجع اللي تنصحك واللي توجهك واللي كذا. كل واحد راهو عايش حياته، كل واحد راهو في دوامته، كل واحد مع المشاكل تاعو. فهنا الا كنت ما احتويتش الوضع وما جبتش بنتك وما جبتش وليدك وفهمت وحسيت به وتفهمتوا مع بعضكم باش تعاود، فهكذا راح تخلي هاد السلوكات ونشوفوا لي فيغ الهروب من البيوت يزداد، خاصه في الامتحانات في الثلاثيات فقط تبارك هذا ما كان زايد اختي. نعم. وين سجلوا هروب العديد من التلاميذ كما نقولوا خوفا من ردود الفعل اللي مش مليحه نتاع والديهم. حتى التلميذ في سن 18 سنه ربما في هذا السن بامكانه الانتقال الى مرحله الاقناع، يعني حتى نتكلم على كيفيه التعامل مع الاولياء في هذه النقطه. الاقناع هنا الطفل مام هذاك اللي في عمره 7 سنين 8 سنين ليسونسيل خير الكلام المليح نتاعنا وكيفاش نوصلوا له لو ميساج. الور لا هذاك الكبير راه راجل، علاش في بعض الاحيان هناك تناقض يتعامل معاه يقول له راك كبير راك طويل راك باللحيه وراك كذا، وفي السلوك نتاعك طريقه التعامل معاه راك تتعامل معاه على اساس انه في عمره 9 سنين. نعم. هنا اذا كان وليدك هذاك تشوف فيه كبير صح وراك تسمع له، فنسمع له نشوف نكون واقعي معاه نحوس كيفاش نعرف واش هي الاسباب اللي خلات وليدي ما يقراش. نعم. واش اسكو انا هو السبب بالضغوطات نتاعي ام لا، اسكو وقفت مع وليدي، اسكو سهرت عليه، اسكو وجهته، اسكو كيحتاجني يلقاني، اسكو كذا. فهنا على الوالدين يراجعوا نفوسهم ويراجع ذاته ويحوس كيفاش يعاون وليده باش يعاود يسترجع القوى تاعو، يعاود يسترجع الثقه تاعو بنفسه. موش انا الاب ولا انت كأم تزيدي دمري الثقه تاعو دمري نفسي هذا الابن تاعك اللي راهو في مرحله جد حساسه من النمو النفسي وفي كذلك مرحله البناء. باسكو الا كانت ضغوطات وكانت كذا ما نساوش باللي الطريق راهي مش مليحه والطريق راهي تؤدي الى ما يحمد عقباه والطريق راهي تدي كما نقولوا الافات الاجتماعيه. الور الفو بروتيجي قبل ما نندم انا على وليدي باسكو تصرفت معاه سلوك سلبي، نكون معاه ونسهر معاه ونكون معاه ونعاونه باش يتخطى هذه المرحله الصعبه من حياته. صحيح. اذا شكرا جزيلا لك سيد خالد مهوب اخصائي نفساني وبالتوفيق لك. مشاهدينا الفترة الإخبارية الصباحية لازالت متواصلة، إلى اللقاء.